أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة ثانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معانا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف. ممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف متكون تي في. أهلا وسهلا بيكم وعلى هنا وعلى هنا. النهاردة عندنا صنف حلويات أنا بحبه قوي وهو سهل، أنا بشوفه مش صعب، ممكن أي حد ممكن عمره ما عمل حاجة يخش يعمله في المطبخ لو ركز مع شيف سوزان. النهاردة هتعمل إيه؟ هيعرف يعمل الإكلير كويس قوي. اهلا منوره. ميرسي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله لذيذ. كله لذيذ. احكي لنا كده عامله ايه النهارده. انا عامله اكلات وحشية بكريم باتيسير اللي هي الكاسترد اللي بيتحشي بيه الاكل. اوكي. هو سهل جدا مش كده؟ بس في شويه حاجات كده. ايه الفرق بينه وبين بلح الشام؟ لا بلح الشام بيتعمل زي العجينه. عجينه بس الفرق في العجينه في حاجه؟ لا هو البيس نفسه اسمه يعني الاساس بتاعه اسمه حاجه اسمها باناد اللي هي شو بيستري. بس مع اختلاف بتبقى اختلافات بسيطه. يعني عجينه الشو شبه عجينه بلح الشام ولا مش شبهها؟ شبه صح. انا حاسس بكده. ايوه صح. وشبه حاجه ثانيه برضو انا مش فاكره اسمها بس هي مشهوره قوي دلوقتي. شبه بلح الشبه بلح الشام بس هي بتتاكل اجنبي دلوقتي مش فاكره اسمها مش موجود دلوقتي خالص. دونات؟ لا مش دونة سيب طويله كده برضو بتحط تشوروز. لا ما اعرفش ايه. هي برضو شبه بلح الشام. يعمليها لي على بلح الشام اجنبي. بس نفس الفكره برضو نفس. طيب عايزه تبتدي بمقادير ايه؟ ابتدي بمقادير الشوبيستري اللي هي العجينه بتاعه الاكلير. عجينه الاكلير. يلا يا اولاد اتفضلي. اوكي. الاكلير نص كوبايه دقيق، نص معلقه صغيره سكر، ربع معلقه صغيره ملح، 4 معالق كبيره زبده، نص كوبايه ميه وبيضتين. الكريمه كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع كريمه، 2 صفار بيض، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره نشا، معلقه فانيليا. وفي الشوكولاته اللي هي بنغطي بيها الاكلير، نص كوبايه شوكولاته وربع كوبايه كريمه ونص معلقه كبيره جلوكوز. اوكي. اورايت نايس. يلا دي المقادير نخش على طريقه التحضير. طريقه التحضير. الشوبيستري اول حاجه بنحط حل على النار، اوكي؟ بنحط فيها الميه، نص كوبايه ميه. وعليها الزبدة وعليها السكر والملح ونسيبهم يغلوا. اوكي دي اول خطوة. مقلبش ولا هما هيدوبوا؟ لا قلب. طيب هي لازم تغلي بس دي اول خطوة. والفكرة بقى كده اول لما تغلي بنقوم نازلين عليها. طب سيبها تغلي. اسيبها تغلي. طيب نعمل ايه لغاية ما تغلي؟ نعمل ايه لغايه ما تغلي؟ ممكن نبتدي في الشوكولاته. هو احنا هنعمل ايه في العجان؟ احنا هنعمل الشوبيستري برضه في العجان. هناخده من هنا نحطه هناك؟ هي دي بقى اللي هي اهم خطوات في الموضوع. ان احنا دي لما تغلي بنحط فيها دقيق وبنقلبه كده لمده دقيقه. لحد ما اطراف الحله كده يبقى عليها طبقه. دي ده السر عشان تعرف انت تطلعها. بتاخد حوالي دقيقه. تعالي نعمل كل ده قدام الناس. يلا. طيب. هنا دي هي خلاص اهي. هنسيبها تغلي ثانية واحدة. دقيقة ثانية واحدة. طب انا هقول لك حاجة عشان الناس تشوف. معلش هغير حاجة بس يا رب ما تقلقيش. لا براحتك. انا عايز الناس تشوف كويس. عشان تبان. هنغير ده. هنحط ده هنا اهو. كده مش هنغطيها فايس. اوكي. يس. فيري اوكي. ماشي هي كده باينة اكتر. كده هتبقى باينة اكتر. واصلي. فيها ايه؟ خلاص هي قدامها ثانية. كده فكري الناس حطيتي ايه وايه وايه؟ حطيت الميه والزبده والسكر والملح بسيبهم يغلوا وبعد كده الدقيق هشيلها من على النار ثانيه قوي اول ما تغلي. احنا كده شلناها كده من على النار عشان هي كده دي بارده لسه. اوكي هقوم رايحه احط الدقيق كله ونقلب بسرعه صح؟ ونقلب بسرعه. حلوه دي حلوه. وانا بقلب هي تبتدي تمسك شويه. عايزه اوري حركه كده. بس ان احنا بالباتشولا نعمل كده علشان الدقيق ما يكلكعش. هو بيفضل يعني نعمل كده واحنا بنقلب جامد 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 كده لحد ما تعمل عجينه. كمل بليز. بعدين هتحطي ايه بعد كده؟ لا انا لازم بدي بص هنعمل كده حاجه معينه عشان تعمل عجينه. انا بقعد لمده دقيقه. بصوا ازاي ابتدت تمسك الميه بتتبخر منها وبتمسك. طبعا الكميه دي يعني يا دوبك على قد حد عايز يعمل اكلير في البيت. اي حد عايز يعمل اكتر
يوم اعملها دبل. اه كل واحد او اكتر يعني يزود الكميات زي ما هو عايز. بصوا لمده دقيقه لازم كده كده تهرسيها. بهرسها علشان ما يبقاش في اي دقيق مكلكع جواها والميه تتبخر منها. تمام. بعدين وبعد كده بنقوم حاطينها في العجينه. في العجينه بتسيبيها تبرد ولا مش مشكله؟ بسيبها تبرد او بحرك العجينه هوريك دلوقتي. بشويش انا المفروض اسيبها تبرد كده. خلاص بقت جاهزه. حطها في العجينه. هيبصوا بقت عجينه حلوه ومتماسكه. احطها في العجينه. اتفضل. اوكي واشغل عليها العجينه تبردها. بالظبط كده بالراحه قوي. عجينه تبردها وبعدين بننزل البيض حبة عليها وحبه. لازم ما نحطش البيض عليها غير لما البخار ده يخلص. بالظبط كده. ما يبقاش في اي دخان طالع. يا اما هيتحول الى اومليت. بالظبط. ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ في حاجه ثانيه هنعملها؟ الخطوه اللي بعد كده هنقوم حاطين البيض طبعا ونحطها جوه اللي هو الاكياس الحلواني دي. بس كده؟ خلاص؟ هنعمل الكريم باتيير؟ هنعمل كريم باتيير على طول بعد كده. طيب. الموضوع بسيط جدا. انا حسيت. بس انت عارف ايه المشكله في الاكلير ليه مش بينجح؟ لان فرن البيت الفرن بتاع اي حته اللي هي بتاعت المخابز او كده بيبقى فيها مروحه، الحاجه بيبقى فيها بخار بيترش لوحدها، يعني بيبقى فيه سيستم شغال، فالحاجه بتطلع. بس زمان ما كانش فيه الحاجات دي وبتطلع حلو. ما هي بس ليها سر بقى. مش تحط نحط الاكلير اول، يعني هي مثلا بتاخد حوالي 30 دقيقه، اول 7 دقائق بنحطهم على 190 درجه عاليه قبل ما يعني نسخن الفرن على 190، ونقوم رايحين قبل واحنا بنحط الصينيه نقوم رشين ميه جوه الفرن فيعمل بخار. فنحطها 7 دقائق بقى، بنوطي النار ل 160 ونسيبها 20 دقيقة. عيدي اللي انت قلتيه ده للناس. هعيده تاني. طيب. ولا عايزين فرن هو ده ده الفرن بتاع البيت. بنقوم رايحين جايبين الاكلير في الصينية حاطين درجة الحرارة على 190 قبل ما ندخلها تبقى عالية. وبعد كده نقوم رشين مية، يعني عارف زي المكواجي شوية. نرش مية كده فيعمل بخار وندخل الصينية أول 7 دقايق على 190. وبعد كده نوطي النار ل 160 ونسيبها بقى لحد ما إيه يعني إيه تنشف خالص. ماشي. احنا هنا ده يعني بيرت سنه. بيرت سنه. ممكن على فكره ممكن نحط البيض مش هيجرى حاجه. يلا. مش هيعمل اوملات ولا حاجه. هو البيض ده صفار بس؟ لا ده بيض كامل. بيض كامل. اوكي وطبعا هيبقى باين ان هي كانها مش هتمسك، بس هي شويه وهتقوم رايحه ماسكه عامله زي يعني كريمه. بس ونعرف انها حلوه ان هي يعني مش محتاجه بيض تاني او اقل، بتبقى بتلمع كده وملزقه سنه. ده كده عملنا العجينة على النار زي ما شفتوا، بعد كده بردناها وحطينا عليها البيض. بالظبط. بعد كده ايه الخطوة اللي بعدها؟ الحاجة اللي بعدها هنقوم حاطينها في الكيس. هنعمل كريم باتيير؟ هنعمل كريم باتيير. هنعمل كريم باتيير. طب انت قلتي مقاديره؟ قلت مقادير. طب يلا نعمله الأول لغاية ما تيجي. طيب اوكي. الكريم باتيير ده هو ممكن نستعمله هو نوع من الكاسترد، وده مشهور ان هو بيتحشي في الاكلير وبالذات يعني. اوكي. هو بسيط قوي. هو انا بحط فيه كريمه ولبن على بعض. وعندي نشا. انا بشيل شويه صغيرين جدا من الكريمه واللبن دول علشان النشا ادوبها فيه. بعد كده بسخنهم على النار. اوكي. اوكي. وبعد كده بجيب صفار البيض والسكر. صفار البيض. اوكي. حط عليه السكر. صفار البيض والسكر. والفانيليا برضو بحطها هنا. من اللبن ده. طيب. لما ده يجي بقى تحطي حاجات؟ ايه ده انت ممكن تاخدي؟ ميرسي. هنقوم مقلبين دول كده على بعض. هي صغننه شويه. بولة صغننة سنة بس ايه شغالة. نحط بقى ده على ده؟ يس. بس هو كان كنت احبذ ان البولة تبقى اكبر، بس هي يعني خلاص تمام. فنقوم حاطينهم على النشا. هي عشان كمية قليلة فكويس.
اللي هي ايه بقى اللي انت بتعمليه ده؟ قولي للناس كده تاني. انا حطيت شويه من الكريمه واللبن قبل ما يسخنوا على النشا، وحطيت صفار البيض على السكر، وفي الاخر حطيتهم كلهم على بعض وقلبتهم كده. اوكي اوكي. وبعد كده اقوم رايحه اول ما دي بتغلي اهي، اقوم منزله عليها الميكس ده ونقلب ونقلب. احكي للناس كده من الاول ده ايه؟ معلش. ده اسمه كريم باتيسير اللي هو الحشوه بتاع الاكلير، نوع الكاستر، نوع من الكاستر. هو كاستر على فكره، نعمله كاستر. نقعد نقلب كده لغايه ما يبقى لونه اصفر ويتجمد. بالظبط، ويغلي هو بسرعه جدا. هتلاقيه دلوقتي المفروض يمسك نفسه مش عايز اقلب بسرعه عشان ما دلدقش. ما هي المفروض تتحلى. وكتبت بقى اللي هناك ده خلاص اتهال ولا ايه؟ بقت هايله مظبوطه بالظبط. اوكي، هي دي بس عايزه تغلي دقيقه واحده وهيبقى كريم باتيسير خلص. ماشي، اغسل ايديا. اوكي، يبقى احنا كده عملنا كل حاجه، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الكريم باتيسير انا كنت مجهزاه من قبل كده علشان هو طبعا بيحتاج يبرد. ابص بس ما ينفعش نسيبها. طب انت قلبي. اقلبها. لازم بشويش. انا مش بعملها يعني، دايما بعملها في حله عشان تبقى كميه اكبر، فانا عملتها احنا عشان كمان الناس تشوف. عندنا الكاميرا ما بتقدرش تجيب الحلل للاسف. اهي بص، شويه شويه ابتدت انها تتقل. اهي بص ازاي. بص ازاي قلبي. ارفعيها بقى كده على البوتاجاز، حطيها لنا هنا. ممكن تحطيها لنا هنا. اوف كورس. ودي الكاستر بتاعنا. الكاستر بالظبط كده. كده احنا عملنا الكاستر، وعملنا عجينة الشو، وعملنا عجينة الشو. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الشوكولاتة. ايه بقى؟ هنسيحها بس. نسيحها احنا زي ما بنعمل كل مرة، اللي هي زي الشوكليت جناش. بقوم مسخنة كريمة، طبعا دي كمية قليلة قوي، فحطها في الميكرويف لمدة دقيقة. او لو اكبر بنحطها على النار تغلي، واقوم رايحة نزلها بيها. طيب ده هنعمله في الفاصل. خلاص؟ اوكي. بس احنا خلينا نسمع اغنيه ولولو للعندليب، وبعديها ناخد فاصل ونرجع لكم مع شيف سوزان نركب الحاجات دي على بعض، اوكي؟ يلا بينا مزيكا. طال شوقي وطال تعذيبي، طال
عزيز والقمت حداري لهيب لهيب طار شوقي وصرت عزيز طار شوقي وصرت عزيز والقمت حداري لهيب لهيب اوصف له غرامي ده كل وأول مقابلة هقول له أوصف له غرامي ده كل وبأول مقابلة هقول له أحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق أحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق يا صحي لي قلبه يا ينسيني حبه لعيون جريئة بعيون جريئة أوبا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنخلص اكلات. اولا ليه تقولوا هنعمل حاجات تانية؟ درج بقي قفل وفتح مع الماسك بقى مش مهم. طيب دلوقتي العجينه اهي بصوا ازاي بتحلوه. انا مفتقدك. بسيطه كده الله الله ثانيه واحده دي حاجه عظيمه قوي تورنيدو حاجه عظيمه جدا اسهل ما كنت اتخيل. شفتي؟ طيب دلوقتي اهي بصوا ازاي بتلمع وملزقه ناجحه جدا بتلمع وملزقه دي اهم حاجه بص شاين برجي انا مش بحب اقول برجي عشان عنده سمعته مش كويسه وانا مش الجوزاء لا وليه؟ الاسد ودي سمعته مش كويسه دايما بيقولوا الناس الاسد مغرورين لا هم مش مغرورين على فكره هم اولا فيهم عيب انهم كسالة شويه لا مش كسلانين خالص كسلانين خالص لا بس بيبقوا كده يعني شايفين نفسهم وثانيا كويس. وثانيا هما بصي اكتر برج انا بعرف اتعامل معاه وبروضه والله برج المؤمن برج الاسد وبودي برج الاسد واستاذ جوهري برج الاسد وربا برج الاسد يا نهار ابيض بجد؟ ده الستاف كله والتيم كله طب اهم حاجه واحنا بنعمل اكلير ايه بقى؟ بصوا دي برضو حاجه ثانيه عشان ما بقاش متفطس ومتفعص كده هما عاملين ايه؟ ايدي كده فوق وبضغط ضغطه حلوه واقوم رايحه شاده لتحت مش بنزل لتحت وانا اهو شوفي عامل كده اهو كده ده التكنيك بقى بنزلها كده اهو اوكي ممكن نعملهم كمان اللي هما كور وده بقى نسيبه يهدى ولا ندخله الفرن على طول؟ لا ندخله الفرن يكون سخن على 190 ونديله شويه ميه برضه بس كده وبعدين وبعد كده ننزله ال 160 اخر شويه ونسيبه بقى ينشف ما نفتحش الفرن عليه مره واحده دي حاجه ثانيه قد ايه يعني نفتح الفرن شويه ونسيبه يهدى خالص وينشف انا عايزاه ينشف نسيبه قد ايه الفرن لحد ما يبرد لا 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 ال 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 التايم التسويه كله 30 دقيقه منهم 7 على 190 والباقي على 160 اوكي طيب دلوقتي انا طبعا مجهزه ورينا بعد ما نخلص بقى بس هم دول انا بقى ده احب احشي جبنه روكفور ده تحفه الله مش عارف معاها ما انا ما بحبهاش قوي بس مع ده بتبقى حلوه مش عارف ليه جدا اهو ده انا الكرامبت سير اهو طبعا لازم اسيبه يبرد خالص بس هو ابتدى يبقى متماسك حال طبعا عامله من قبل كده وحاطينه برده في كيس كده بتقل اسمه حلواني كيس حلواني ده طعمه تحفه انا بموت انا دي اكتر حاجه بحبها في العالم طبعا انا عرفت ان انت برج الاسد من حاجه ان انت بتقعدي تبهدلي الدنيا حواليك كده فاهم صح هو برج الاسد ايه؟ يا لهوي انت بتقول عليه ببهدل عليه حاجات في التلفزيون كده نشيف مشهور صح كده؟ هو بصي بهدلتني برج على نفسي اصلا انا بهدلتك؟ لا ما بهدلتكش وريني كده انا بهدلتك ماشي 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 طيب اوريك حاجه بقى ازاي نحشيه؟ في ناس بتفتحه تفتحها وفي ناس بتفتح الفرن كده صح فرن بقى فيه كده وكده ليه ده ناحيتين؟ ليه؟ عشان تتملي كلها خالص بص ازاي؟ بصوا اتنفخت ازاي؟ من ناحيتين هي كده بقت فاضيه في حته بس كده هيلزق في الطبق لا لا انتوا جايين عاملين كده اهو ده انا افضل الطريقه الثانيه طبعا اللي بتتفتح من النص لا
زي ساندويتش ومحشينا طبعا. عشان دي المدوره اهي برده، بس دي بتخلي الاكلير بقى شكلها حلو، تقدر تزوقها. اوكي عايز تجرب واحده؟ اوه بصي طلعت من هنا بموت فيها، بظبط قوي. فانا هقول لك حاجه، هو احنا لو جبنا دي عملنا كده اهو، ممكن برده دي فكره، دي برده طريقه ثانيه للحشو كده اهو. شفت بقى شريط فنان اهو، حاضر اهو. بدنا نروح جايين كده، هنزل بشويش عشان ما تبقى ايه. هتحطوا دي بقى هتبقى مليانه على الاخر، هتبقى تحفه. ممكن اوريك بقى لو قطعناها هيحصل ايه. سكينه حاميه، بص بقى شكلها هيبقى خطير. هتاخد الله الله خلاص ما انت حلو حلو بجراها كده، وريها كده من قطعها من النص، هيبقى شكلها خطير. هات الجوهري. بص بقى هتبوظ بقى كميه. ما دي دي على فكره دي طريقه خطيره بقى. بص بقى بص بقى مديانه ازاي كده، وللاخر وصلت للاخر. يس ماشي. طيب دلوقتي احنا عندنا الشوكولاته، سخنت الكريمه اللي هي الشوكلت جناش دي اللي هي، وحط عليها شويه ونروح حاطين فوق جلوكوز. ليه؟ طيب ممكن ما نعملهاش، والجلوكوز ده بيخليها بتلمع سنه. بس هو مش ضروري يعني، عشان صعب ممكن مش بتلاقيه، مش بتلاقيه بيبقى في محلات الحلويات. ممكن يعني هوريكم من غيره، مش لازم نعمله خالص ده علشان حد في البيت. طبعا ابسط اللي هو الشوكليت جناش واحسن واصح وكل حاجه من غير جلوكوز. انا بقى هروح حاطط الشوكليت جناش ده في الجنب واروح مغمس يا لهوي. جمال يا ولاد. ساقه يا جوهري. مش عايز تجيب عشان انت مش عاجبك المنظر. مش عاجبك المنظر، سوري. بقى محنتف زي اهو يا استاذ جوجو. وفي بقى حركه حلوه قوي، الشوكولاته انا بحط عليها قهوه. قهوه سريعه الذوبان. برش بس رشه خفيفه زي واحده هناك كده، بيبقى طعمها خطير. ممكن احنا ممكن شوكولاته نجرب واحده. هي بتلمع اصلا. بصوا هو الشوكولاته جناش مش محتاج جلوكوز. اكلير ماله ده بقى؟ جميل جدا. بشكرك. ماشي. احكي لنا كده النهارده السفره فيها ايه؟ النهارده عملنا اكلير وحشيناه كريم باتيسير، وعملنا عليه شوكليت جناش اللي هو الصوص بيغطي الاكلير. ميرسي شوزان. ثانك يو. نفسي اجيب فرقه غربي عشان يغنوا لي في الاغنيه. شوزان. طب هيغنوا لي شوزان الفرقه؟ حرام عليك، حرام عليك والله. هجننك. ميرسي شيف شوزان صباحها لوجودها معانا النهارده على الحاجات الحلوه اللي عملتها لنا. خلونا نسمع هتسمعونا ايه؟ دلوقتي بهية يا شريف. الله عليك. وبعديها نرجع مع استاذ ناجي شحاته. خليكم معنا لو سمحتوا. مزيكا. بهية ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عالفي نية ويا ما قالوا اللي في هواها، يا عيني بالوا. قالوا عالفي نية ويا ما قالوا اللي في هواها، يا عيني بال ظلموا البنية.